يعني تما نكون ناطرين نحن لما توقع الأزمة لازم نكون جاهزين من قبل. طلعنا بمبادرة، هيدي المبادرة في مستشفى اللبناني الكندي صار له مقفل حوالي 7 أشهر، وهيدا المستشفى نقدر بوقت سريع نجهزه ونقدر نستعين فيه. أنا الحقيقة عم بتواصل كنت من فترة مع صاحب المستشفى الأستاذ طنوصف غالي يلي بشكره على تعاونه، وبعرف أنه هو والمستشفى كانوا بحاجة لمساعدة. طلعت الفكرة والمبادرة أنه أنا أقدر استأجر منه هيدا المبنى على فترة سنة، وهيدا المستشفى نرجع نحييه. طبعا هيدا بيتطلب خطوات سابقة مع وزارة الصحة، هلأ بيحكي عنها مع علي. إذا وصلنا لحالة الطوارئ اللي بدنا نفوت فيها بهالمرحلة، وزارة الصحة بالمرحلة الأولى بتكون هي عم بتدير هيدا المستشفى بالطريقة اللي بتلاقيه مناسبة على فترة معينة، وبعدين نحن بدنا نكمل أنه نأمن يعني خدمات استشفائية لأهل المنطقة للدراسة الأولى اللي عملناها، أنه نقدر نكون عم نشتغل للأطفال أو الأولاد لعمر 14-15 سنة، وتكون طبابة مجانية. يعني يستعمل هيدا المستشفى اللي هو مستشفى خاص، ولكن نديره بطريقة مثل يعني المستشفى الحكومي ليكون مجاني لكل اللي محتاجين. ونحن من هالمرحلة رح نبلش بخطط عديدة، منا التطوع اللي عم ينحكى عنه، عدد من الأطباء حابين وكانوا عطوا نوايا أنه حابين يتطوعوا، واللي حابين يحطوا إيدهم بإيدينا لحتى نأمن تمويل للاستمرارية، لنأمن حقيقة طبابة مجانية بهيدي المنطقة. لأنه الوضع الاقتصادي بلبنان اليوم باستثناء الكورونا، حط الكورونا على جنب، في عنا وضع اقتصادي سيء عم بيطال كتير من العالم. نحن من واجبتنا نأمن طبابة مجانية بهيدي المنطقة ببلاش اللي هن محتاجين لها. لما طول بالحديث، هيدي المبادرة بدها تستكمل باجتماع تاني، لأنه في مثل ما قلت أشياء بدها تتحل قبل، أشياء العلاقة بوزارة الصحة، وأشياء نحن بدنا نكفيها ونشتغل عليها مع كل المعنيين. إذا قدرنا نشتغل مع المجتمع الدولي ومع المنظمات لنجيب تمويل أكتر، منمد ومنوسع عملنا أكتر. وإذا لا، أنا عم بتعهد على فترة سنة من تاريخ استئجارة أو من وقت اللي وزارة الصحة بتقرر تفتح هذا المستشفى أول يوم للطوارئ، ولما تخلص وزارة الصحة من حاجتها له نحن منكفي بهذه الحالة.